حذر صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون مدمرة أكثر إذا تصاعد النزاع، وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تأثيرات جانبية على دول أخرى. وأوضح الصندوق أن أوكرانيا أصبح عليها مواجهة تكاليف مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمرة أو المتضررة.